بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو إسلام يتصدر الترندات بزواجه من نيلي كريم. انتشر على السوشيال ميديا خبر زواج عمرو إسلام رجل الأعمال المعروف من الفنانة نيلي كريم. رواد السوشيال أنباء زواج الفنانة نيلي كريم منذ أيام قليلة من رجل الأعمال عمرو إسلام. وعمرو إسلام يا جماعة ده يعتبر الصديق المقرب من الفنان المطرب الهضبة عمرو دياب. ونيلي كريم قد سبق لها أن تزوجت مرتين من خبير التغذية هاني أبو النجا اللي انفصلت عنه عام 2015. عندها 4 أولاد، كريم وسليم من الزيجة الأولى، وسيليا وكندا من الزيجة الثانية. طبعا يذكر أن الفنانة نيلي كريم قد انتهت من عرض المسلسل اللي احنا استمتعنا بيه خلال شهر رمضان، ميت وش، واللي هو حقق نجاح كبير خلال فترة عرضه شهر رمضان. بالنسبة لرجل الأعمال عمرو سليم، تعالوا نتعرف عليه. عمرو إسلام هو صاحب محل تريانون الشهير والصديق المقرب من النجم عمرو دياب زي ما قلنا. تخرج رجل أعمال عمرو إسلام من الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته في عام 89، وكان أحد الرواد في استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجر. ألف مبروك للفنانة نيلي كريم. من أهم أعمال الفنانة نيلي كريم، نيلي كريم ممثلة مصرية ولدت سنة 74، اسمها الحقيقي نيلي محمد السيد عطلة، والدها مصري وأمها روسية. تخرجت في معهد الباليه بأكاديمية الفنون، وعملت دراسات عليا، وبدأت راقصة باليه بالأوبرا سنة 91، وفي 2015 اتجوزت خالد أبو النجا. أهم أعمالها التلفزيونية وجه القمر والمستحي وشمس يوم جديد، حديث الصباح والمساء، أبيض في أبيض، العميل 1001، نسيم الروح، سقوط حر لأعلى سعر، ومسلسل ذات الشهير، والحكر، وده تحت الإعداد. من الأفلام أنت عمري، أنا بضيع يا وديع، 678، زهايمر، 1-0، ليلة في البيت، أحلام الفتى الطايش، آخر الدنيا، أنت عمري، فتح عينك، حبك نار، غبي منه فيه، اسكندرية، شباب على الهوى، هروب مومياء، حرب إيطاليا، وأعمال كتيرة للفنانة المتميزة نيلي كريم.